الهيلث فاكسي لاب ده يعتبر طفره في مجال التعليم وفي مجال التكنولوجي. ده هايبريد، وانا شايف ان المستقبل دلوقتي للتعليم التفاعلي بهذا الشكل. اولا الفاكسي لاب الحقيقه بيوفر امكانيه البرسونالايزد ليرنينج، التعلم على بخطى وقدرات الطالب اللي بتتفاوت من شخص لاخر، وبالتالي لن يكون هناك نظام يعني وان سايز فيتس اول او التعلم السكشن الواحد الذي يناسب الكل، وبالتالي مش هنقدر يعني الناس اللي سرعتها عاليه في التعلم او متوسطه او منخفضه تستطيع من خلال براكسي لاب تسير بخطى التي تناسب. بعض التجارب قد تكون باهظه السمع في التكاليف، وبالتالي البراكسي لاب بيحل لنا هذه المشكله. حاجه اخرى، هناك بعض التجارب تتعلق لها متطلبات امان عاليه جدا. ابسط حاجه لو احنا بنتكلم عن تجربه تتعلق مثلا بنتكلم عن شطار نووي، الطالب لن يستطيع ان يشوف ان يرى تجربه بمثل هذا الشكل داخل مؤسسه تعليميه، وبالتالي هنا البراكسي لاب يقدر يدينا يحل لنا مشاكل كثيره جدا جدا، بالاضافه ان المرونه بتاعته في التعلم. الطالب حصل له ظرف صحي، ظرف اسري، ما قدرش انه يحضر المعمل، هناك عنده امكانيه كبيره جدا يقدر في اي وقت في اي مكان يقدر يفتح براكسي لاب ويتفاعل ويؤدي المهام. احب اطمن الناس اللي بتقول طبعا احنا عندنا معامل للناس، هناك الوقت الذي يقضيه داخل الطالب داخل المعمل، احنا عايزين دايما نستثمر هذا الوقت ونستثمر الريسورسز، لازم دايما نعمل ماكسيمم يوتيلايزيشن اوف اور ريسورسز، وده لن يتحقق الا من خلال الطالب يكون جاي جاهز، عندي على الاقل الخلفيه العلميه وعندي تجربه جرب في ايده البراكسي لاب، التجربه الاكشوال اللي هيعملها جربها فيرجوال على البراكسي لاب، وبالتالي لما يخش المعمل هيقلل معدلات الاخطاء اللي ماده تسكب او يحصل نوع من الحروق لا قدر الله او ده، لان اصبح عنده خلفيه ايه اللي هيمارسه وبدا المايند سيت بتاعه عقله يجهز ايه اللي هيعمله داخل، وبالتالي البراكسي لاب له مزايا كثيره جدا جدا.